محمد بن هادي يقول هذه الأشياء ويقول ويقول. أقول بيني وبينكم كتب السنن المسندة، فإن وجدتموني شذذت في حرف واحد مما أقول فأتوني به، وأنا سأذكر لكم شيئا من هذا في هذه القضية. وهذه القضية المميعون الآن لا يحبون سماعها. في المجلد الأول من اللالكائي لما ذكر عقيدة الرازيين رحمهم الله، ثم دلف بعد ذلك إلى ما وجد من اعتقاد أبي حاتم رحمه الله، فذكر فيه التحذير لأهل الحديث والسنة من الكرابيسي، والكرابيسي كان فقيها كبيرا مشهور، ولما كتب كتابه في التدليس وأسماء المدلسين وعرض على الإمام أحمد وكانت فيه أغلاط أنكره، وقد قالوا له إن أبا عبد الله بلغه هذا فأنكر وطلبوا منه التراجع، فأبى، قال اعرضوه عليه، رجل صالح يوفق للخير، فعرض عليه فأخذ ينكره ويحذر من صاحبه ومن مجالسته. يقول أبو حاتم هنا في التحذير من الكرابيسي وممن يدافع عنه مثل داود بن علي الأصبهاني، داود بن علي الأصبهاني إمام أهل الظاهر كبير القدر، جاء إلى أحمد فأبى الإمام أحمد أن يستقبله، فتكلم عليه أبو حاتم بكلام شديد جدا لأنه يدافع عن من؟ عن الكرابيسي، والكرابيسي لما بلغه وكابر وبلغه كلام أحمد ذهب المسكين يتكلم في أحمد ويطعن فيه. وسأذكر لكم هذا الشيء وهو مر لكنه مذكور في كتب سلفنا ليعرف من يتعامى أو يتصامم. ذكر لعلي اليحيى بن معين كلام الكرابيسي في أحمد فقال لعنه الله، شوف، قال لعنه الله. نحن الآن لسنا في صدد هذا صواب ولا، لكن انظروا غلظة من يحيى على من؟ على الكرابيسي، قال لعنه الله، هذا يستحق أن يؤدب. ما ضر أحمد، مات الكرابيسي، حتى قال الخطيب في ترجمته له رواية وقد عزت، كان صاحب حديث ورواية، وقد عزت وما يوجد ولا طريق حتى إليه، نفر منه الطلاب طلبة السنة والحديث. انظر هذه المؤازرة من علماء السنة بعضهم لبعض. داود بن علي دافع واعتذر عن من؟ عن الكرابيسي، أحمد طرده ما استقبله، أبو حاتم يحذر منه، وكثير من العلماء تكلموا في علماء السنة الأولين في عصره تكلموا فيه. ما عسى أن يكون هؤلاء اليوم عند أولئك نقطة في بحر، والله من خالف طريق هؤلاء لنتكلمن فيه لو تخطفتنا الطير، ولو علقنا برؤوسنا أو بأرجلنا منكوسين. أترون هذا الدين وصل إلينا بدون ترحية؟ لا والله، لا والله، حبس من حبس، وجلد من جلد، وضرب من ضرب، وطرد من طرد، إلى غير ذلك. لكن كتبهم بين أيدينا وصفحاتهم المشرقة بين أيدينا، فهؤلاء الذين يحاولون أن يسهلوا في أمر المبتدعة وأمر المنحرفين يجب أن يحذروا، فخطرهم على أهل السنة والسلفيين أشد من خطرهم.